ماذا تعرف عن أبراج الكويت؟ هي ثلاثة أبراج شاهقة بالكويت العاصمة، وتعتبر من أهم المعالم السياحية والترفيهية بالمدينة. افتتحت رسميا سنة 1979، ويمكن لزوارها تناول الطعام والشراب في أعلى البرج الرئيسي. تقع أبراج الكويت مقابل قصر ديسمان في منطقة شرق بالعاصمة الكويت على شاطئ الخليج العربي، وقد أنشئت لتكون رمزا لنهضة البلاد العمرانية والاقتصادية التي واكبت بناءها. بدأت فكرة إقامة أبراج الكويت سنة 1963، لكنها توقفت، ثم عادت إلى الظهور سنة 1968، وقد تولت التصاميم الفنية لهذه الأبراج شركة سويدية، لكن إنشاءها أسند إلى شركة يوغوسلافية باشرته سنة 1975، وافتتحت الأبراج رسميا يوم 1 مارس 1979. يصل عدد الأطباق الصينية المصنوعة من الحديد المطلي بثمانية ألوان مختلفة نحو 55 ألف طبق، وتكسو هذه الأطباق كرات الأبراج بألوان متناغمة مع لون السماء والبحر. تنقسم أبراج الكويت إلى ثلاث معالم رئيسية، وهي البرج الرئيسي والبرج الأصغر والبرج الأوسط. تتدرج الأبراج الثلاثة في ارتفاعها من 113 مترا لبرج الإضاءة الأصغر، إلى 147 مترا لبرج تخزين المياه الأوسط، إلى 187 مترا للبرج الرئيسي. ويصل طول قطر كل منها عند الأرض على التوالي، أي الأصغر 8 أمتار، والمتوسط 12 مترا، والأكبر 20 مترا. يوجد في الطابق الأرضي من البرج الرئيسي قسم للطلبات الخارجية وقاعة للتدريب مخصصة لاستقبال الشخصيات الهامة واستضافة الاجتماعات والدورات التدريبية. ويحتوي البرج الرئيسي على كرتين، الأولى تتوسطه على ارتفاع 82 مترا عن سطح البحر، وتوجد فيها مراكز خدمات مثل مطعم الأفق الذي يعتبر من أشهر المطاعم إطلالة على الخليج العربي، كما توجد فيها قاعة ديسمان لإقامة المناسبات والحفلات الخاصة، ومقهى الواحة ومطعم لوكافيه الذي يعطي إطلالة من ارتفاع 79 مترا على وسط مدينة الكويت. ويقدم للشركات والمؤسسات خدمة عقد الدورات التدريبية داخل قاعاته المجهزة بأحدث الوسائل العلمية. أما الكرة الثانية فهي الكرة الكاشفة، وتتضمن جزئين، الجزء الأول ثابت ويبلغ ارتفاعه 120 مترا، والجزء الثاني متحرك ويقع على ارتفاع 123 مترا. ويقوم الجزء الثاني من الكرة الكاشفة بدورة كاملة كل نصف ساعة، وهو مجهز بتلسكوب لمشاهدة كافة معالم الكويت في المنطقة المحيطة بالأبراج. ويوجد في هذا الجزء محل للهدايا وكافيتيريا لتقديم الوجبات السريعة والمشروبات. كما يحتوي البرج الرئيسي على مصعدين سريعين لنقل الزوار من الأرض إلى الكرة الكاشفة خلال 35 ثانية. أما البرج الأوسط فهو عبارة عن خزان للمياه يتسع لمليون جالون مكعب، بينما يخصص البرج الأصغر لإنارة البرجين الآخرين عن طريق كشافات قوية مثبتة فيه يصل عددها إلى حوالي 100 كشاف. فازت الأبراج في سنة 1980 بجائزة آغا خان للعمارة الإسلامية، وقالت لجنة الجائزة إن بناء هذه الأبراج يعد محاولة لدمج التقنيات الحديثة والقيم الجمالية والاحتياجات الوظيفية والخدمات الاجتماعية في منشأة واحدة. تعرضت أبراج الكويت الثلاثة لأضرار جسيمة إثر الغزو العراقي لدولة الكويت في 2 من أوت 1990، وبلغت نسبة الدمار الذي لحق بالأبراج 70% حسب مصادر كويتية رسمية. وشمل الدمار إتلاف الأجهزة الفنية والمعدات وكسر الزجاج وإحراق بعض الأدوار وقطع الكابلات الكهربائية، وقدرت تكلفة هذه الخسائر بمليوني دينار كويتي. وبعد إخراج القوات العراقية من دولة الكويت، شكلت شركة المشروعات السياحية المشرفة على الأبراج لجنة لتقديم الأضرار وإعادة المرافق إلى سابق عهدها، وأعيد التيار الكهربائي إليها بعد تصليح وصيانة المحطات الكهربائية وشبكة المياه، وقد استغرقت جهود إعادة الإعمار قرابة العامين. وشملت عمليات الإصلاح صبغ الأبراج من الخارج وإعادة ترميمها من الداخل وتبديل الآثاث والديكور وزراعة الحدائق وتوفير الأجهزة والمعدات ولوازم مطاعم الأبراج الثلاثة. وفي 26 من ديسمبر 1992 افتتحت أبراج الكويت مجددا أمام زوارها،
وإضافة إلى تلك الأبراج الثلاثة، يوجد وسط مدينة الكويت برج التحرير، وهو برج للاتصالات افتتح رسميا سنة 1996، ويشغل مساحة تبلغ 21,000 متر مربع، ويرتفع 372 مترا، ويعد من بين أعلى الأبراج في العالم.